صباح الخير يا ولدي، كيف صبحت؟ شاية ما تحركش الحاج، خلي يدك هكا. سي بون، راه هبطت لاطونسيون، راهي مليحة. ولدي ما جاش عندي هذا النهار. لا الحاجة هذه هي وقت تاع يدخل. هو بعدا جا. ولدي جا. راك داير با. مساء الخير ولدي، كيف داير؟ راك داير. لاباس. وحشتك الله. وين زين؟ كيف صباح الخير. الحمد لله. الحمد لله، برك منور اليوم. الحمد لله. خير من البارح. ولدي ما بانش. لا ما تقلقش الحاجة، انا هو وقته نضال يجي قبل هذا الوقت. هذا النهار ما بانليش، وانا كيما يجيش يشغل قلبي الزياد ليه. لا لا الحاج كاع ما تقلقش روحك، هذا هو الوقت تاعها، يكون عندها انشغالات ولا كاع ما تقلقش روحك. ولدي العزيز. ولدي يا حفظك سمح لك. توحشتك. الله يسلمك ابو، انا توحشتك. وين كنت ولدي؟ عطلت عليا. ماشي من عوايدك. يسمح لابا والله كان عندي اشغال. ابا والله فرحت كي شفتك يا ولدي. انا ابا فرحت لله. الحمد لله ربي. الحمد لله. الحمد لله يا ربي اللي جبت لي هذا الولد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واه هذا ولد محموده. لا 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 خير خير، ما نحتاجك انت. خير خير اخويا. شنقول؟ شوف خويا، راني مغيب خاطري ما عرفش مهني. علاش خويا واش كاين؟ ما نقدرش نمي، هذا هو الكنز تاعي. لو كان ما نشوفهاش كل يوم ما نكذبش عليك، ما نقدرش. راني رايح وخاطري راهم تهلا لي غير في الشيبان. هذا هو الدنيا تاعي، هذا ما عندي، هذا ما عرفش معايا. ما تخممش، راه عندي وراه الضمان تاعي وكاع ما تخممش خويا. الله يحفظك خويا. خويا راني هنا صاحبي. راك هنا ولدي. راني هنا با. كي راك دفقت؟ كي راك مختفي؟ راك مليح. صحتك مليحه؟ والله الا بيا راك خير منور. الحمد لله. الله يبارك فيك. كي راك دايما؟ الحمد لله ولدي، والله الا نعمة. الحمد لله. وين كنت هادي من الصباح هادي؟ وين تجي؟ والله با انا انشغلت شويه. ما عليك والو. با الله غير يسمح لي، هذه مشطور واحد الايام. الله خالي ما والله عليك من ايام من بعد. انا عارف وليدي، معليش يا وليدي. روح الله يسهل عليك، والله يبعد عليك بنات الحرام وولاد الحرام. امين ابا، كاش ما خصك حاجه نجيبها لك، كاش ما خصك قول لي ابا راني هنا. ما خصني والو يا وليدي، خصني غير انت تكون حدايا وتكون بخير، هذاك هو الفائده اللي عندي. انا هذاك ما خصني، اما في هاد الساعه نخليك. انا الروح تلا لي في روحك. الله يسهل عليك وربي يجيب الشفاء. امين امين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. على خير. بالسلامه وليدي. واش الحاج ريحت شويه؟ جبت ولدك هذا مليح دروك. الحمد لله وليدي الحمد لله. الحاج ولا غير غير بني العلاقه اللي بينك وبين ولدك. ما شاء الله عندك ولد الله يبارك. كيفاش يدير عليك؟ كيفاش يتهلا فيك؟ بغيت نسقسيك الحاجة، هل الولد على ولدك الأصغر ولا الأكبر؟ إيه يا وليدي، واش نقول لك؟ هذا كنز، كنز ربي عطاهني وهبني بيه. الحمد لله يا ربي على هذه النعمة هذا. صح الحاجة عندك ولاد كبار ولا عندك غير هذا؟ ولادي اللي ولادي وما جاوش يركبوا عليا على باهم
ولا شافوه ولا قالوا بان راه مريض. علاش الحاج على شوي؟ ايه هذاك ماشي ولدي، هذاك كتر، هذاك كنز ربي وهبني به وجابه لي، وراني الحمد لله الليل والنهار على اللي وهبني بواحد الولد كيما هذاك. بصح الحاج ما فهمت والو من هذا الشيء، كلشي ولدك ولادك. عندي فضول بغيت تفهمني لما كاش ازعاج الحاج. قصة طويلة. واحد النهار يا وليدي كنت خارج من الجامع، كنت عادة صحيح خارج من الجامع ونسبح بيت الله، حتى جبرته صغير قاعد في ظلمة حط راسه ويبكي. واش خصك يا ولدي؟ قصدي حاجة ما تقدرش تجيبها لك. واش هي هاد الحاجة ولدي؟ نعاود بشي اللي كاين. والديا مالهم والديك؟ ماتوا خلاوني وحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي واش هي القصة اللي جبتك لهنا يا ولدي؟ والديك باش ماتوا؟ ماتوا على الصيد وراحوا خلاوني، ما جابوني حتى الحلوى اللي وعدوني بها. لا حول ولا قوة. ودي يا ولدي نوض نوض تمشي معايا نشري لك الحلوى. لا حول ولا قوة. خليهم في الحلوى اللي وعدوا بها والديه وما جابوهالهش، انا جبتها له. ما تبكيش يا ولدي، هذه الحلوى اللي قال لك عليها باك راهو فاب الوعد نتاعه وصفتها لك. ها هي، هيا يلاه نمشيو للدار ان شاء الله. الله نعرفك على ولادي، انا عندي ولادي بدك نكبرك معاهم وما خصك حتى خير معايا. ومن بعد ما قررت باه نكبره مع ولادي ونربيه ما زدت شفته وما بان لي حتى اخبار، حتى لواحد النهار وين زوجت ولادي وكبرتهم وكل واحد بلا حياته وبعدوا عليا، وماتت المرا نتاعي، ماتت الله يرحمها في ديك الركض. الله يرحمها ويوسع عليها الحاج. حتى لواحد النهار وجا لعندي قلقب عليا في الدار. سلام الحاج. سلام. الحمد لله. الحمد لله. سمعت الحاجة مرة عندك السبيطار من صوالح كلام. لا لا معليش يا ولدي معليش، راني مليح الحمد لله الحمد لله، هذا قدر الله وربي كيجيب لي واحد المرض يتفكره. معليش يا وليدي بصح بغيت نعرف شكون انت. ما عرفتكش يا وليدي. ما عرفتنيش الحاج. ما عرفتكش يا وليدي، بلادي مضروب كبير. انا اللي مازال طعم الحلوى فيكم. طعم الحلوى؟ ما فهمتش يا وليدي، زيد فهمني. انت هو بزاف مش عقل عليا ملاك. ولدي كانت دايره ولدي راك مليح، وهذه غيبه وكبرت تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. توحشتك وين كنت هذه زمان؟ هذا كلشي بفضلك الحاج. والله لا توحشتك يا ولدي، زيد بعدا دخل معنا، زيد دخل للدار. تفضل يا ولدي تفضل واحكي لي. قصة وش من قصة هذه؟ والله أنا بعدا قدرت فيها الحاج. كيفاش طفل صغير جبت له غير حلوة عقل عليها حتى كبر، وعد ما تفكرها تفكر ديك الحلاوة حتى جا النهار اللي انت محتاج العبد يكون واقف معاك. وها هو جا النهار اللي صبتها قدامك، ما صبت حتى ولادك اللي ربيتهم نتايا وكبرتهم. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينقطع الخير في أمتي. عندك الحق يا وليدي، اليوم في هذا الوقت اللي رانا عايشينه تجبر الخير في واحد براني وما تجبرش في بلادك ودارك. بلادنا يحمد الله ويشكره على هذه النعمة اللي يعطيها لنا، والمرض كي يعطيه لك ربي ما راش يعذبك. فوقت الصحابة كانوا كي يمرضوا يفرحوا يقول لك ربي تفكرنا
الحمد لله يا وليدي، الحمد لله، الحمد لله ونشكره.